الذكرى غالية على المغاربة كلهم، هذه ما فيهاش كلمة. أنا حاضر هذاك النهار وكنت مشيت تل العين السبعة باش نمشي، كنت صايق سميتها أمبيلانس. مشيتي؟ لا ما بقيتش مشيت. خرج شي سميته من العمالة قال لي تجلس تل من بعد. والمهم هذاك العيد هذا راه عيد مهم، رجعنا بها البلاد ديالنا بلا هادي الحمد لله، والحمد لله غادي يكمل دابا نيت ان شاء الله. هاد المناسبه هادي ذكرى، هي ماشي عيد، هي ذكرى. ان عيد عندنا غير جوج، عيد الصغير وعيد الكبير، ولكن هادي ذكرى ما كتنساش. ولادنا نعلموها ليهم شنو هي وكيفاش. والحسن الثاني الله يوليه بالرحمه الله هو اللي دار هاد المسيره هادي، وشي حاجه خارقه للعاده الحمد لله. المهم كنتمنى ديك المسيره الخضراء يدخل على الشعب المغربي قاطبه باليوم والازدهار، وكذلك على صاحب الجلاله الملك محمد السادس بالازدهار والنمو في جميع الميادين على الشعب المغربي. بيان سور هو عيد وطني، وهذا كيخلد ديك المسيره الخضراء منذ يعني 1975. بزاف ديال الاعضاء ديال لافامي ديالي مشاركين في هذاك المسيره الخضراء، وكانوا كيذكرونا به كيذكرونا به وشحال من حاجه، وكيعاودوا لنا على التفاصيل ديالو كامله. نعم اجيال هذا حتى ما لا نهايه ان شاء الله. بالنسبه للمناسبه ديال الذكرى المسيره الخضراء، هي مناسبه عزيزه على قلوب المغاربه، وهي ذكرى كنخلدها للشعب المغربي كل سنه كنحتفلوا بهذه الذكرى هذه، وهي كتبين المكانه ديال المغرب على الصعيد الافريقي. كتفكرك بواحد النهار زوين فهمتيني، تخليت بانك راه فهمتيني حررتي الصحراء فهمتيني، وكتفكرك بالاجداد ديالك. واش نقول لك فهمتيني، حيت انا اصلي من الصحراء، نيت من جنوب الشرقي ديال الصحراء، كنحتفلوا بها كل عام في 6 نوفمبر كعيد وطني. كنقولوا خصكم تكون فيكم الروح ديال البلاد فهمتيني، وبنادم فهمتيني، والصحراء كتبقى الصحراء ديالنا فهمتيني، كاره من كاره، وبغى اللي بغى فهمتيني، وديما الحمد لله ديما المغرب.